تلبية لنداء عائلة استحمل المشيد أفراد من تنسقي تقديم زيك لباو والنداء ندوا بالظروف في ظروف جائحة كورونا ندوا بذلي معدل المعتقلين الصحراويين الأسرى الصحراويين نطالبوا بطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة في السجون المغربية نحملوا الدولة المغربية مسؤولية صحتهم وسلامتهم في الظروف القاسية. باسم لجنة دعم مخطط تسويح حماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية نداء العالم بيسري احنا نستنكره ونستنكروا حبس اولادنا هاد المعتقلين دي مزيكو السياسيين الاخرين وجميع الصحراويين اللي محبوسين هذا نستنكروا واحنا نطالبوا تطبيق الشرعيه الدوليه عن يطبق الاستفتاء في الصحراء الغربيه عن يطبق في اسرع وقت.